هل تتخلف أمريكا في نهاية الأمر عن سداد ديونها أم سيكون هناك مخرجا في اللحظات الأخيرة؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بكل تأكيد هذا يعتبر اتجاه للركود الاقتصادي التخلف، ولكن هناك لازم نفرق بين سقف الدين والتخلف عن سداد الديون، وهناك فرق بين الاثنين. لكن الاتجاه إلى وجود ديون وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بعد طبعا الدعم في الحرب بين روسيا وأوكرانيا والدعم الأوكراني اللامحدود بالأسلحة، هو ما سوف تكون عليه الأنظار في الساعات القادمة مع الاجتماع مع مجلس النواب الذي خاصة هو للحزب الجمهوري الذي طبعا يعتبر بعيد عن كل البعد وخاصة بعد خسارته في الانتخابات الماضية، إلى أن هذا سوف يجعل الأنظار إلى الركود الاقتصادي بعدما تحدث في تقريركم أن رفع أسعار الفائدة وما زال التجديد النقدي هو سيد الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك سوف تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان عليه في العام الماضي 2022 في 23، وهو ما يضغط بشكل كبير على الاقتصاد ووجود الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يعني ألا يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض وبالتالي زيادة الديون التي الملقاة على عاتق الولايات المتحدة، وبالتالي ما هي التداعيات داخليا وخارجيا إذا ما حدث ذلك؟ إذا تحدثنا داخليا سوف يكون هناك الركود والتضخم الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الأمريكي، أما خارجيا فهو انهيار للدولار الأمريكي، وهذا بكل تأكيد لن يحصل بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تحصل على أن يكون هناك تزيد ديونها الداخلية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وننظر بشكل كبير أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تقوم بالطباعة والتيسير الكمي في السنوات الماضية وخاصة أثناء الأزمة في 2008، إلى أن الضغط الكبير الآن على بايدن بأن يكون هناك تقليل بالنسبة إلى الدعم في الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما سوف يجعل الآن الأنظار المستقبلية وخاصة بسبب رفع أسعار الفائدة كما تحدثت بأن القروض سوف ترتفع وهو باستمرارية لرفع أسعار الفائدة في المدى القريب. طيب، وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنه هناك مجموعة من الإجراءات التقشفية من أجل خفض الإنفاق، ما البدائل المطروحة أمام الحكومة الأمريكية؟ هل بالفعل هي مبذرة كما يقول الجمهوريون وهي المعارضة طبعا في الكونغرس، هي مبذرة وبالتالي عليها أن تلجأ إلى إجراءات أكثر تقشفية؟ وإذا لجأت إلى هذه الإجراءات المتقشفة كيف يمكن عليها أن تواجه بالنسبة للمواطنين أن تدعمهم أن تساعدهم على مواجهة التضخم والركود؟ وخاصة التقشفية بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، أي وهذا أيضا بعض كبير صحيح. من الأموال بكل تأكيد، وخاصة بالدعم الكبير بالنسبة إلى الأسلحة، هذا ما يريد التقشف به بسبب الدعم الكبير وخاصة خروج الأموال من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الأنظار دائما للمواطن الأمريكي في الداخل الأمريكي وخاصة بارتفاع أسعار التضخم. الآن أسعار التضخم عند مستويات مرتفعة بعدما أعلن أن في ديسمبر انخفضت إلى 6.5 أي في شهرين متتاليين، إلى أن ما زالت البنوك المركزية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بأن يكون هناك استمرارية للتجديد النقدي، إلى أن الأنظار إلى نص نقطة أو 75 نقطة أساس، وهو ما يضغط على المواطن الأمريكي بشكل كبير في الداخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونلاحظ هذا الضغط مع وجود القنبلة التي ترقبها الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية في 2023، وهي البطالة بعد طبعا إعلان كبرى الشركات بتسريح والبطالة لديه. طيب، هل يمكن أن ينخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية كما حدث في 2011؟ ممكن أن ينخفض ولكن لفترة بسيطة، ولكن الأنظار بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة على الدولار الأمريكي، لا ننسى أن هناك ارتفاعات ما زالت مستمرة على قوة الدولار الأمريكي بالنسبة للعملات الأخرى، وطبعا الاعتماد بشكل كبير بالنسبة لكنا نتحدث الصادرات والواردات إلى الدولار الأمريكي وخاصة في الدول المصدرة، وإن كنا نتحدث ما زالت هناك مشاكل لتراسل الإمداد، إلى أن التخلف هو غير موقف سديد بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية، وسوف يكون هناك حل بضخ أموال داخلية وخاصة للمواطن الأمريكي.